طيب نروح للبرتغال سريعا. ليه البرتغال تحديدا؟ واحد، لانه ضيفنا كان نجم من نجوم الجيل الذهبي اللي حقق لبورتو في مفاجاه في الوقت ده غير متوقعه، بطوله الشامبيونز ليج، البطوله اللي كانت سبب كبير او سبب رئيسي في انطلاقه مشوار جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي الاشهر. اثنين، طبعا هو موقف المديرين الفنيين البرتغاليين لتولوا مسؤوليه منتخبنا الوطني، واخيرا طبعا او مؤخرا كان اخرهم روي فيتوريا اللي انتهى التعاقد بتاعه او تم انهاء التعاقد بتاعه مع منتخب المصري بعد مشوار يعني مخيب للامال في بطوله امم افريقيا. نرحب بخورخي كوستا طبعا نجم الكره البرتغاليه ونجم بورتو وايندهوفن الهولندي اللي هيكون ضيف معانا دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس في السادسة. بداية بشكرك على مشاركتك معانا واهلا وسهلا بيك في السادسة. اهلا وسهلا بحضراتكم، انا مبسوط جدا ان انا معاكم اليوم في قناة الاهلي. طيب كابتن خوخي، الحقيقة يمكن خليني ابدأ معاك ببطولة الشامبيونز ليج. النهاردة عندنا مواجهتين مهمين جدا، منهم طبعا ويمكن تكون الاكثر جماهيريه هتكون مواجهه بين الانتر واتلتيكو، لكن خليني اسالك عن رايك في النسخه دي من الشامبيونز ليج بصفتك طبعا واحد من ابطال اوروبا حققت اللقب مع بورتو، ومين الفرق اللي من وجهه نظرك الابرز او الاكثر حظوظا في تحقيق اللقب السنه دي؟ الحقيقه النسخه الحاليه هي نسخه ملخبطاني جدا. الحالي الانتر عامل ماتشات كويس، مش وكل مره بيفاجئنا بطريقه عن اللي قبليها، فالموضوع ملخبطني شويه. يعني انا مش قادر ان انا احدد الماتشات او النسخه دي هتبقى زيها زي اي نسخه او هتبقى احسن. الموضوع صعب يعني. طيب خليني ارجع معاك للنسخه اللي انت حققت فيها لقب البطوله مع بورتو البرتغالي، نسخه كان وجيل كتير بيشوف ان هو كان جيل استثنائي انه يحقق اللقب ده في التوقيت ده بقياده جوزيه مورينيو. كلمني على الظروف وعلى الاسباب اللي ادت لتتويج بورتو في السنه دي، اعتقد كانت 2004 2005، بلقب الشامبيونز ليج. الحقيقه انت رجعتني لحاجات حلوه جدا، وبرضو الموضوع كان من سنتين و2003 احنا كسبنا مع جوزيه مورينيو في 2003 و2004 نفس الكلام. الموضوع كان بالنسبه لنا كان حاجه مهمه جدا. جوزيه مورينيو مدرب محترم وعارف بيدرب الفرقه بطريقه محترمه وبطريقه تؤدي للمكسب دايما. حاليا الموضوع مختلف تماما في الفرقه اللي احنا بنشوفها، واحنا طبعا حققنا وعرفنا عرفنا نحقق الفوز من ضمن الفرق البرتغاليه مكاسب احسن من اي فرقه ثانيه. وطبعا كانت لما سنه 2003 كان الموضوع اهم للعيبه. هل قصه البطوله دي كانت مرحله بمرحله، ولا انتوا اتفقتوا بينكم وبين بعض او مع مدير فني الفريق جوزيه مورينيو من بدايه البطوله او بدايه المشوار ان احنا عينينا على اللقب وعايزين نحقق لقب البطوله، ولا كنتوا بتتعاملوا معاها مباراه او مرحله لغايه لما لقيتوا نفسكم في النهايه على منصه التتويج؟ لا طبعا هو احنا دايما في 2003 كنا دايما خايفين، ولكن احنا كنا معظم الوقت احنا كنا بنلعب مباراه بمباراه. طبعا مش كل اللعيبه كان عندها الامل المكسب، ولكن المدرب كان دايما بيبقى عنده الحافز ان هو يحفز اللعيبه. انا هتكلم عن نفسي، انا عن نفسي كان عندي الامل بالمكسب. وساعات كنت يوم من الايام كنت بفكر ان ده مجرد ماتش، بعض الايام الاخرى كنت بفكر في النهائي حتى لما كناش قريبين من النهائي، بس انا كنت دايما تفكيري اليوم بيومه. يعني دايما الدوريات الكبرى، يعني الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، الدوري الايطالي، هو اللي بيخرج الفرق اللي بتنافس على البطولات. امتى ممكن يكون الدوري البرتغالي موازي من حيث القوة او من حيث الترشيحات للدوريات دي؟ ااا
الحقيقة سؤال حلو وفي نفس الوقت هو سؤال محير شوية. احنا عندنا لعيبة في البرتغال محترمة جدا، وعندنا مش بس لعيبة، عندنا مدربين محترفين عالمية، وعندنا لعيبة محترمة جدا زي كريستيانو رونالدو وجوان فاليكس وناس كتير انا مش حابب انسى اساميهم. بس للأسف احنا عندنا مشكلة كبيرة ان اللعيبة بتفكر دايما بشكل فردي، ما بتفكرش في مصلحة الفريق العام. كل واحد بيفكر في مصلحته الشخصية، ان هو يحاول يطلع يظهر في اماكن مختلفة، وعشان كده معظم اللعيبة ومعظم المدربين بيظهروا بشكل مميز اكتر في الدوريات الانجليزيه او الاوروبيه او العربيه زي النهارده ما كريستيانو عامل يعني. طيب هو مش بس كريستيانو، والسؤال الثاني مرتبط يعني زي ما بتكلم على الانديه بتكلم معاك على المنتخب البرتغالي، ومش بس الجيل ده، على مدار اجيال كتيره يعني اجيال متعاقبه انا شفت نجوم كبار جدا شفتهم وتابعتهم وحبيتهم وتابعت ماتشاتهم في الكره البرتغاليه. افتكر لويس فيجو مع البارسا مع الريال، روي كوستا مع الميلان، كريستيانو رونالدو طبعا ومشواره مع مانشستر ثم الريال ثم اليوفي والان في نصر السعودي، جواو فيليكس بشوفه جوهره برتغاليه قادمه، برونو فرنانديز وغيرهم، روبن دياز مع السيتي. ورغم انه الكره البرتغاليه بتمتلك الحقيقه في كل المراكز لعيبه كلاس ايه، لعيبه على اعلى مستوى، الا انه دايما برضو المنتخب البرتغالي بيعاني على مستوى تحقيق لقب في بطوله كبيره سواء اليورو او كاس العالم. هو الموضوع مش سهل، المش سهل زي ما انا قلت لك ان الجنريشن نفسها بتتغير، التفكير بتاع اللعيبه بيتغير، وللاسف ان كل واحد بيبقى طموح في ان هو يطلع للبرازيل للارجنتين لاي دور اي دوري انجليزي عشان يظهر نفسه بشكل شخصي. احنا عندنا مشكله كبيره في التفكير الفردي، وده الجيل اللي موجود حاليا، وللاسف عشان كده يمكن المنتخب البرتغالي مش في احسن احواله. كريستيانو رونالدو يعني لما كان في لشبوه برضو كان تفكير فردي، وعشان كده النهارده هو يعني بدا وما زال بيلعب، بس بيلعب في اماكن عربيه مش بس اوروبيه. فانا شايف ان كل واحد بيفكر بطريقه فرديه، وطول ما في تفكير بطريقه الفرديه اللي حاليا اللي الجيل الحالي بيفكر بيها هيفضل المنتخب البرتغالي بالطريقه دي يعني. بمناسبة كريستيانو وانتقاله للنصر السعودي، هل تتوقع أن مرحلة كريستيانو مع المنتخب انتهت، ولا ممكن نشوف كريستيانو رونالدو بيقود منتخب البرتغال في كأس العالم النسخة اللي جاية؟ كريستيانو موضوع كريستيانو محدش عارف هو ممكن يعمل ايه، هو كل يوم بيفاجئ الجميع، بيفاجئنا احنا نفسينا. انا عن نفسي بتفاجئ منه كل يوم عن التاني في قراراته في لعبه في طريقته في شخصيته، فانا ما اقدرش ان انا اقول ان هو هيكمل ولا مش هيكمل، ولكن كلنا بنتمنى لعيب زي كريستيانو رونالدو يكمل مع المنتخب البرتغالي، لان هو عنصر مهم جدا في الفريق، ونتمنى ان هو يكمل بالشكل اللي هو مكمل بيه دلوقتي. طيب خليني اخدك لنقطه تانية او ملف تاني، وهو ملف المدربين البرتغاليين. واحنا يمكن في مصر الحقيقه يعني تقدر تقول ان من تجربه مانويل جوزيه مع النادي الاهلي في بدايه الالفيه كان في رواج او في رهان كبير جدا على اسماء البرتغاليه، واتى لمصر من البرتغال يعني اسماء كثيره جدا تولت مسؤوليه تدريب انديه وتولت ايضا مسؤوليه تدريب منتخبات. يمكن على مستوى المنتخبات اخرهم طبعا هو تجربه روي فيتوريا، ومن قبله على طول كارلوس كيروش. عموما ازاي بتشوفوا ده، ازاي بتقيموا التجارب دي، وخصوصا خليني ابدا من حيث انتهينا في مصر هنا تجربه روي فيتوريا وانهاء التعاقد طبعا بعد نتائج ما كانتش على مستوى طموحات المصريين. الحقيقي ان مانويل جوزيه جو فريرا روي فيتوريا
جان باشيكو كمان انا متابعه ان دي من اهم المدربين اللي موجودين في البرتغال حاليا هم في مصر. انا شايف ان المدربين البرتغاليين دايما بيبقوا فعاليين اكتر مع العرب مع اللعيبه العرب بالذات، لان المدرسه البرتغاليه هي مدرسه غامضه شويه في طريقه اللعب، فده بيأثر اكتر في مصر. انا شايف انه بيأثر في مصر اكتر زي ما حصل مع ريو فيتوريا. انا عن نفسي شايف ان ريو فيتوريا حقق مكسب كبير مع المنتخب المصري في المكاسب والخسارة، يمكن هو خسر ماتش واحد، فده بالنسبة لنا حاجة كويسة جدا وتحقيق عالمي لمدرسة عالمية برتغالية. لكن يعني طبعا احنا بنتكلم على اسم كبير في عالم التدريب، يعني راجل كان بيتولى مسؤولية بنفيكا البرتغالية، واحد من أكبر الأندية في البرتغال، ويمكن كان تولى او كان ليه تجربه ثانيه مع النصر السعودي، وده اتقال الحقيقه. يعني الناس اللي كانت بتنتقد تولي مسؤوليه فيتوريا منتخب مصر كانت بتتكلم على انه مدرب ما عندوش خبره قوي مع المنتخبات وما عندوش خبره اكتر مع الكره الافريقيه، كل تجاربه كانت مع او تجاربه الناجحه يعني كانت على مستوى الانديه. رايك في ده ايه؟ الحقيقه انا مش شايف ده اللي يقدر يدرب انديه يقدر يدرب منتخبات، فالموضوع اكتر بيبقى بالحظ، يعني مش موضوع ان حد يدرب منتخب ما يقدرش ان هو يرجع يدرب انديه. فالتفريق او الفرق اللي انا ممكن اقوله هو الحظ، هو دايما بيبقى محالف المدير الفني. مصر المفروض تبقى عندها الصدر الرحم شويه ان هي تقبل ان هي تخرج من اي بطوله سواء مع روي فيتوريا او مع اي حد تاني، ولازم يبقى في حته ان احنا ما نسمعش للجمهور، لان الجمهور عاطفي اكتر من ان هو اكاديمي في الملعب. طبعا روي فيتوريا اكاديمي جدا، عنده طريقه تدريب كويسه جدا، هو حد مهم جدا، ولكن ملهاش علاقه بتدريب المنتخبات. سريعا جدا اخد رايك في تجربه كارلوس كيروش، واحد من الناس اللي يعني كاد ان يحقق عدد من النجاحات مع منتخب مصر، سواء في الفوز او تحقيق لقب بطوله افريقيا، خسر في المباراه النهائيه وخسر في المرحله الاخيره في اللحظات الاخيره من مشوار التاهل لكاس العالم، وكانت تجربة أقرب للنجاح. زي يعني أنا آسف، أنا مش عايز يعني أجاوب على السؤال ده على طول بطريقة مباشرة، عشان أنا مش حابب حد يزعل مني. هما الاثنين قريبين جدا ليا، كارلوس كيروس صديق لي شخصي، وهو كان مدربي وانا عندي 15 سنه، فكارلوس كيروس يعني انا ما اقدرش اقول عليه اي حاجه غير ان هو مدرب كبير، مدرب عالمي. وطبعا زي كاننا بنقارن حد في الميديا، يعني زي مثال مثلا ان احنا بنقارن اعلامي باعلامي اخر، فانا ما اقدرش اقارن مدرب بمدرب، كل واحد ليه مدرسه، كل واحد ليه طريقه في اللعب، وكل واحد ليه طريقه في رد الفعل. يعني كارلوس كيروس ليه رد فعل مختلف تماما عن اي حد. بعد مرحله رونالدو، مين الافضل او الاقدر من وجهه نظرك بقياده تجربه جديده للمنتخب البرتغالي؟ برونو فرنانديز، جواو فيليكس، روبن دياز، رافالياو، ديجو جوتا، مين الاقرب؟ مين النجم اللي تراهن عليه في قياده منتخب البرتغال مرحله ما بعد كريستيانو؟ للأسف احنا عندنا نجوم كتير، وللأسف السؤال ده احنا ما بنفكرش فيه دلوقتي. احنا عندنا جونس، عندنا ناس مختلفة، وانا مش عايز اسمي اسم معين، خلينا نقول ان هو كريستيانو رونالدو في الحالي، وعندنا برونو فرنانديز كمان حد محترم جدا ونقدر نعتمد عليه، عندنا فرق محترمه. ولكن انا ما بحبش اجاوب على السؤال بالطريقه ان انا اقول حد بشخصه او اسم معين،
اللي يستاهل ان هو يعلق شاره الكابتن في منتخب البرتغال ده هيظهر بعد مسيره كريستيانو رونالدو. انا عارف انك انت من الاصدقاء المقربين لكريستيانو رونالدو، فسؤالي الاخير هيكون عنه، هل تتوقع او عندك معلومه انه بعد مشوار كريستيانو في الاحتراف في خارج البرتغال ومحطته الاخيره مع النصر السعودي، هل في احتمال او مجرد تفكير في فكره انه ينهي مشواره في البرتغال مره ثانيه، وخصوصا كما يقال يعني انه بيفكر ينهي مشواره مع سبورتنج لشبونه النادي البرتغالي اللي بدا مسيرته فيه؟ للاسف انا مش عارف. هو صديق شخصي رونالدو، يبقى في سبورتنج انا شايف ان الموضوع ده هيبقى صعب جدا، وشايف ان هو صعب ان هو يرجع البرتغال في الوضع الحالي ينهي مسيرته في انديه برتغاليه. شايف ان كريستيانو رونالدو يستحق انديه ممكن تكون افضل كمان من المكان اللي هو بدا فيه، ولكن احنا كاصدقاء ما بنتكلمش في حاجه زي دي. يعني كريستيانو رونالدو زي ما انا قلت لحضرتك ان هو يعني صعب، من الصعب ان هو يتكلم عن حياته الشخصيه، او من الصعب ان احنا نتخيل هو بكره بيفكر في ايه وبكره ممكن يوصل لايه. ولكن من وجهه نظري انا كخورخي كوستا، لا يعني انا بالنسبه لي شايف ان هو صعب جدا، مشروع هيبقى سيء لو رجع تاني سبورت. لو بورتو مش بينافس على بطوله الشامبيونز ليج، خورخي كوستا هيشجع مين في البطولة؟ طيب السؤال، لو بورتو مش بينافس أو مش بيشارك في بطولة الشامبيونز ليج، خورخي كوستا نجم الكرة البرتغالية يشجع مين أو يتمنى تتويج مين ببطولة الشامبيونز ليج أو دوري الأبطال؟ بورتو بس. بالتوفيق، بشكرك طبعا نجم بورتو والجيل الذهبي اللي حقق البطوله في، كانت مفاجاه في الوقت ده طبعا من العيار الثقيل، ما كانش من الفرق الثقيله او الفرق المرشحه، لكنه كان انجاز تاريخي الحقيقه للكره البرتغاليه ولنادي بورتو، واحد من الثلاثه الكبار الحقيقه مع بنفيكا مع سبورتنج لشبونه، هم دول الحقيقه اساس ويمكن يكون المصدر الاساسي لمعظم اللاعبين المحترفين الكبار طبعا اللي بيتالقوا في ملاعب العالم وفي الانديه العالميه. عندنا جيل، شوف ناس متصالحه قوي مع نفسها، بقول له يعني عندكم كريستيانو رونالدو ورافائيليا وبرونو فرنانديز في السيتي، روبن دياز في السيتي، برونو فرنانديز في يونايتد، اسف، ديوجو جوتا في ليفربول، كتيبه بتلعب في اهم فرق العالم، وبتزعلوش لما بتخسروا اليورو ولا بتخسروا؟ لا عادي يعني عادي يعني كان الله في عوننا. ناس متصالحه قوي مع نفسها الحقيقه. على كل الاحوال